سچے بات ہے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے جن کو قرآن یاسین و طہٰ کہہ گئے ان پہ اگلی اٹھانا غلط بات ہے ان پہ اگلی اٹھانا غلط بات ہے اب ہم پھر سے آغاز کرتے ہیں ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں کلام اللہ کی تلاوت سے قاری حبیب الرحمن صاحب ابن مولانا محبوب الرحمن صاحب قاسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم.